والآن ما أبرز ما جاء في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية. نبدأ من منشط الأخبار أو ماذا كتبت ميسم رزق تحديدا: مرحلة قادمة من الضغوطات السياسية والاقتصادية والترغيب المالي، بدء معركة جوزيف عون. وفق مصادر مطلعة، انعقد لقاء المجموعة الخماسية في الدوحة للتداول في أمر واحد: الانتقال إلى خيار المرشح الثالث قائد الجيش العماد جوزيف عون وسبل إقناع الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله بهذا الترشيح، ودرس لائحة من الضغوطات التي يمكن أن تمارس في المرحلة المقبلة لتحقيق الهدف. وهي لائحة تضمنت أفكارا كثيرة، من بينها منع السياح من زيارة لبنان لضرب الموسم السياحي. وينقل مطلعون على ما دار في لقاء الدوحة أن البحث تطرق إلى الضغط المطلوب لدفع حزب الله ليس إلى التراجع عن دعم ترشيح سليمان فرنجي وحسب، بل إلى ما هو أبعد بكثير من رئاسة الجمهورية. ولذلك ستحفل الأيام المقبلة بضغوطات سياسية واقتصادية ومالية وحتى أمنية. ولذلك تؤكد المصادر أن المعركة في المرحلة المقبلة ستكون مختلفة وأوضح بلا وسطاء أو قفازات. وتؤكد المصادر أن الجولة الجديدة انطلقت بالفعل، وأن تواصلا بدأ مع مختلف القوى السياسية لإقناعها بخيار جوزيف عون، إضافة إلى عمليات ترغيب لا تنحصر بالسياسة، إذ رصدت موازنات كبيرة بحسب حجم الكتل وحيثيتها وتأثيرها داخل مجلس النواب، مؤكدة أن النقاش مع الكتل وصل إلى هذه النقطة. إلى الجمهورية الآن. إذن أشارت صحيفة الجمهورية إلى أنه في ضوء ما انتهى إليه اللقاء الخماسي العربي الدولي بنسخته القطرية، عاد الغموض ليلف حراك الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريون. وترددت معلومات أنه سيوسع من جولاته الخارجية على دول اللقاء، وأن القاهرة ستكون وجهته الأخيرة قبل عودته إلى بلاده. وأكدت مصادر تراقب حراكه عن قرب للجمهورية أن الاجتماعات التي عقدها في قطر خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي قبيل اللقاء الخماسي وبعده في جدة أعطته زخما قويا كان يحتاجه لتطوير مبادرته. ولفتت مصادر مطلعة إلى أن الموقف السعودي بات أكثر وضوحا، وهو أمر لم يكن يتلمسه المعنيون قبل القمة السعودية الفرنسية التي عقدت في باريس في حزيران الماضي، وتجلى برفع مستوى التمثيل السعودي في اجتماع الدوحة، ما أوحى بخطوات سعودية أكثر جدية في دعم لودريون والانتقال إلى مرحلة متقدمة لحل الأزمة اللبنانية، وهو ما دفعه إلى التصريح بعد اللقاء بأنه كان ناجحا جدا. من جهة أخرى، قالت مصادر نواب الحاكم للجمهورية: لقد قدمنا خطة عمل إصلاحية من برنامج عمل واضح، وما يهمنا هو تحرير سعر الصرف بداية شهر آب، ولن نكمل بطريق منصة صيرفة على الإطلاق لأنها تستنزف الاحتياط وقائمة على لعبة الكوميسيونات مثل كازينو لبنان، وأساسا لا آلية لدينا لاستمرار العمل بها، وتحرير سعر الصرف مؤكد وتحرير سعر الصرف مؤكد أنه سيحرك الدولار. ننتقل الآن إلى بعض المعلومات في اللواء. حسب مصدر في الثنائي وهي على صلة بالمفاوضات حول الملف الرئاسي، أن هذا الملف دخل في مرحلة ركود غير واضحة المدة وسط مخاوف من انفجار داخلي شامل على المستويات كافة بهدف فرض تسوية بالقوة. وحسب بعض المعلومات، فإن قطر طرحت على إيران التدخل لدى حزب الله والضغط عليه للتنازل عن فرنجية مقابل ضمانات حول عدم تطرق أي رئيس للجمهورية لسلاحه وموقعه في الدولة وضمان حصته في الحكومة والتعيينات. لكن طهران ترمي الكرة إلى ملعب الحزب الذي أجاب أنه بالانتظار، فهو لن يخلع صاحبه فرنجية حسب المصدر المقرب من الثنائي. ننتقل الآن مشاهدينا إلى أساس ميديا مع ملاك عقيل، حيث عنونت: إحباط فرنسي فرنجية pending. لم يكن تفصيلا أن يعود وفد قيادة الجيش، لم يكن قائد الجيش من عداده أدراجه مقاطعا حفل العيد الوطني الفرنسي في 14 تموز في قصر الصنوبر، اعتراضا على الإجراءات الأمنية التي بدت مشددة أكثر من المعتاد، ومن ضمنها المرور عبر السكانر الإلكتروني، وصولا إلى الاعتراض على مسار ومكان ركن السيارات. يقول مصدر مطلع لأساس: الفشل الفرنسي الذريع لم يتجسد فقط بسقوط معادلة فرنجية نواف سلام، بل في تقصد ممثلي عواصم الخماسية حذف أي كلمة في بيان لقاء الدوحة في 17 تموز تشير إلى احتمال السير بخيار الحوار بين اللبنانيين. يشير المصدر نفسه إلى أن لودريون
سمع خلاصة بيان الدوحة من المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار العلاولة قبل توجهه إلى قطر للاجتماع مع أعضاء اللجنة الخماسية، متشككا في قدوم لودريان في 24 تموز الجاري، ذلك أن الأخير قد يجري حوارا جانبيا أكثر تفصيلا مع ممثلي عواصم اللجنة الخماسية قبل قدومه إلى لبنان. لكن ثمة تفصيلا داخليا أساسيا قد يعيد خلط الأوراق في حال تمكن التيار الوطني الحر والحزب بعد جولة الصدام في 14 حزيران من الوصول إلى تقاطعات رئاسية مشتركة بدأت بوادرها على مستوى غير سياسي بينهما طبعا يتصل بملف النازحين، ثم في اتصالات الكواليس التي عكست جزءا منها تصريحات لمسؤولين في التيار جاهروا باحتمال القبول بفرنجية لقاء الشروط، منها إقرار اللامركزية الإدارية والمالية في مجلس النواب بقانون لا بالكلام والوعود قبل دخول القاعة لانتخاب رئيس الجمهورية. نختم مع الشرق الأوسط ويوسف دياب، حيث كتب لبنان يتسلم ملف الحجز الفرنسي على ممتلكات سلمة. تبلغت الدولة اللبنانية رسميا قرار محكمة الاستئناف الفرنسية الذي ألقت بموجبه الحجز على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ماذا في تفاصيل هذا المقال؟ ينضم إلينا الكاتب والصحفي المتخصص في الشؤون الأمنية والقضائية يوسف دياب. صباح الخير. صباح الخير لارا، لكل المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. إذن ماذا في تفاصيل الملف الفرنسي المتضمن قرار الحجز على ممتلكات رياض سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك، يعني من القاضية التي استلمت هذا الملف إلى تقييم طبعا العقارات، وهل القضاء الفرنسي برأيك متعاون بشكل كاف مع القضاء اللبناني في هذه القضية؟ طبعا لارا، بتعرفي انه ب4 تموز الحالي صدر قرار عن محكمه الاستئناف في باريس بصاد على الحجز على ممتلكات رياض سلامه الموجوده في اوروبا، ومش بس لرياض، لرجا ومريان الحويك وانا كازاكوفا. فهيدا القرار اللي بلغ فيه لبنان شفهيا ب4 تموز الماضي، اليوم وصلت نسخة مكتوبة أو نسخة خطية عن هذا القرار إلى وزارة العدل، وتسلمتها رئيسة هيئة القضايا بوزارة العدل القاضي هيلين اسكندر. طبعا هيدا القرار بيعبر، أو هيدا المذكرة اللي وصلت أو القرار الذي وصل يعبر على صدقية التعاون الفرنسي مع القضاء اللبناني، واللي يعني ترجم على أرض الواقع بأنه سلم هذا القرار إلى الدولة اللبنانية. اليوم هذا الأمر يخضع لعملية تقييم مثل ما تفضلت وقلتي، يعني القاضي هيلين اسكندر تسلمت اللوائح بالعقارات اللي موضوع عليها الحجز بفرنسا وبأوروبا، وتجري عملية تقييم لهذه العقارات والممتلكات، واللي بحسب المعلومات الأولية ومثل ما ورد في التقرير هي تفوق 70 مليون دولار، واللي اليوم الدولة اللبنانية عم تحسب حساب، يعني عم تحسب بين الإيجابية الممكن يكون في مرحلة لاحقة أن تصادر هذه الأموال إذا ما ثبت أنه بالفعل هي مصادرة غير شرعية أو تعاد إلى الحاكم، ولكن هذا رهن المحاكمات اليوم التي تجري في فرنسا، واللي للأسف ما عم يخضع لحاكم مصرف لبنان. أنت بتعرفي أنه امتنع عن المثول أمام القاضي بوريزي بالفترة الأخيرة، وهي عملت فيه مذكرة توقيف غيابية تحولت إلى نشرة حمراء تبلغ لبنان. طيب في هذه الحال ماذا عن حسابات رياض سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك في مصرف لبنان؟ هل سيتم تجميد هذه الحسابات؟ لا، موضوع الحسابات المالية تختلف عن الممتلكات، يعني العقارات والممتلكات العينية مثل عقارات، مثل شركات، مثل منازل، مثل سيارات، الأمر مختلف. يعني حتى الآن لم يصدر قرار يعني الحجز على حسابات رياض سلامة، ولكن أنا برأيي حتى الآن هذا مطلب أوروبي لا يزال قائم، لكن أنا اللي عم شوفه أنه القضاء اللبناني بعد ما ذهب باتجاه هيدا المنحى اللي يضع الحجز على الحسابات العائدة لرياض سلامة أو للمقربين منه، ولكن هذه مسألة قد تكون واردة في ضوء تطورات التحقيق الذي يجريه اليوم قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرة، واللي بيوضح أو بيرسم مسألة
المسار القضائي لأين يتجه. يعني نحن إذا شفنا بمرحلة لاحقة أو بالأسابيع المقبلة طلب للحجز على حسابات رياض سلامي وشقيقه ومساعدته وأشخاص آخرين، هذا يدل على أنه المسار القضائي قد لا ينحو باتجاه أو لمصلحة رياض سلامي، وهذا يعني أن القضاء قد يذهب باتجاه اتهامه. أما إذا شفنا أنه هذا الإجراء لم يتخذ، فذلك يعني أنه أو الوضع القانوني لرياض سلامي مريح، وهذا يمكن عبرت عنه مسار الجلسات اللي انعقدت مع رياض سلامي بالأسابيع الماضي، واللي يعني نحن سمعنا من مصادر التحقيق أنه رياض سلامي حتى يعني من القاضي هيلاني اسكندر اللي هي تعتبر خصم بالملف وكانت حاضرة التحقيقات، هي بتقول أنه كان رياض سلامي مرتاح وتجاوب على كل الأسئلة اللي طرحت عليه وقدم مستندات، وهذه المستندات بتوضح كثير من الأمور اللي بتتعلق بالتحقيق واللي بتتعلق بحساباته وبكشوفات حساباته بالتحويلات المالية، سواء اللي حصلت من مصرف لبنان لمصارف خارج يعني تجارية داخل لبنان أو التحويلات اللي بتتعلق بحساباته بالخارج. لذلك أنا بتصور من المبكر الحديث عن الحجز على الحسابات المالية لرياض سلامي. طيب ماذا عن الوفد القضائي الألماني؟ هل لا يزال متمسك بمداهمة مصرف لبنان والتدقيق بالحسابات؟ طبعا هذا الوفد الألماني لا يزال موجود بلبنان حتى الآن، الوفد القضائي الألماني مع المدعي العامي بميونخ، واللي هي مصرة على مطالبها أنه يكون في عملية هني بيقولوا زيارة لمصرف لبنان، ولكن نحن القضاة اللي حكينا بهالموضوع هني طالبين مداهمة مباغتة للمصرف، أنه يكون في تفتيش لمكاتب رياض سلامي ويكون في دخول مباشر على الحسابات اللي تعود لرياض سلامي وشقيقه وأفراد عائلته. وهذا الأمر حتى الآن القضاء اللبناني لم يعطي موافقة فيه، ويعتبر أنه مصرف لبنان له خصوصية معنوية وله يعني رمزية سيادية، بحيث أنه القضاء اللبناني اليوم اللي أبقى تحقيقات أولية إذا بدك على مدى سنتين كان عم يعملها القاضي جون طنوس، ما فكر حتى الآن أنه يداهم مصرف لبنان ولا أنه يصادر مستندات منه. اليوم هذا الطلب الألماني كان طلب مفاجئ إلى حد كتير كبير بالنسبة للنيابة العامة التمييزية ولمدعي عام التمييز القاضي غسان عوادات، والمفارقة لا رأى أنه حتى الآن يعني رغم أنه الأجواء السلبية اللي أبداها الجانب اللبناني، لا يزال الفريق الألماني مصر على عملية المداهمة ومصادرة أو الحصول على مستندات ووثائق تعود لحسابات رياض سلامي وأفراد عائلته. لكن أنا بتصور أنه هذه المسألة بعيدة التحقق، ولكن بدنا ننتظر أنه شو الموقف اللي بيكون الألماني أخذه بالمقابل إذا لبنان ما تفاعل معه أو ما تعاون معه بهذا الموضوع. هل يعتبر أنه لبنان غير متعاون معه بالمرحلة المقبلة؟ هذه أسئلة يعني برسم الأيام القادمة أو الأسابيع القادمة. نعم، بالأمس نواب الحاكم استاذ يوسف يعني وضعوا شروط صعبة جدا تعجيزية إلى حد ما لقبول بالمهمات بعد خروج رياض سلامة من الحاكمية. أليس برأيك التجديد لحاكم المصرف سيكون الحل الأمثل؟ يعني ريثما يتم انتخاب رئيس للجمهورية وبعدين ترجع تسلك الأمور مجراها الطبيعي؟ لكن إذا بتراجعي أو بتواكب المواقف اللي صدرت عن نواب الحاكم منذ البيان الشهير اللي لوحوا فيه بالاستقالة بأول مرة، يدل على أنه هذه المواقف اللي أدلى بها نواب الحاكم لا تعبر عن آرائهم الشخصية، بل تعبر عن يعني مواقف القوى السياسية التي يمثلونها داخل مصرف لبنان، وبالتالي يعبر عن رغبة لدى هذه القوى بإبقاء رياض سلامي في منصبه، لأنه الشروط اللي وضعوها نواب الحاكم امبارح بلجنة الإدارة والعدل هي شروط مفاجأة. يعني حتى الحكومة والمجلس النيابي ما فكروا يعملوها بالفترة الماضية، يعني لما بتحكي عن الكابيتال كنترول، لما بتحكي عن تحرير سعر الصرف، لما بيحكوا عن تشريع قانوني يتيح لهم أو يجيز لهم صرف
ما تبقى من الاحتياط الالزامي اللي هو ما تبقى من ودائع اللبنانيين. هذا يدل على انه في عمليه تهرب من المسؤوليه من قبل نواب الحاكم، وهذا ربما يدفع باتجاه تمديد تقني لرياض سلامي. حتى الان يعني اذا بدك رئيس الحكومه هو لا يقارب هذه المساله بشكل لا سياسي ولا قانوني بشكل مباشر، ولكن ما بتعرفي انه بالساعات المقبله اليوم في ظل الحديث عن تفلت بسعر الدولار اعتبارا من اول ايلول المقبل، يعني في ناس عم تحكي بمئات الالاف وربما مليون ليره للدولار بمقابل غياب الخطه الاصلاحيه، هذا يعني ان السلطه السياسيه اليوم تختار اهون الشرين. هل تختار الذهاب باتجاه مواجهه مع الشارع اذا ما تفلتت يعني اسعار صرف الدولار بشكل مخيف بغياب خطه اقتصاديه، ام انها تقبل اليوم ببقاء رياض سلامي ليدير الواقع الى ان تنتظم العمليه السياسيه في البلد وينتخب رئيس جمهوريه وتشكل حكومه ويعين حاكم جديد لمصرف لبنان؟ نعم، يعني الاحتمالات الاقوى اليوم قد تذهب باتجاه التمديد لرياض سلامي، رغم انه رياض سلامي حتى الان يقول انه هو ما بيقبل عمليه التمديد، لكن ربما تحت الطاوله كلهم عم يلعبوا هذه اللعبه، بمعنى انه اهون الشرين ان يبقى رياض سلامي على ان لا يكون المنظومه السياسيه اليوم في مواجهه الشارع ومواجهه تفلت كبير لسعر الدولار وانهيار اقتصادي ومالي على نطاق واسع. لذلك انا بعتقد اليوم هذه المسألة قد تكون مطروحة في ما تبقى من أيام شهر تموز الحالي، أي قبل 31 تموز، يعني مرحلة انتهاء ولاية رياض سلامي. نعم، الصحفي المتخصص في الشؤون الأمنية والقضائية يوسف دياب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وعلى كل هذه المعلومات.